اشتريت قطعة أسطورية تتفاعل مع الألوان اللي تطلع من وراء التلفزيون، فعلى سبيل المثال عشان أحمسك وتشوف المقطع للأخير وتعطينا لايك وتشترك بالقناة هذا شكل جي تي اي في قبل ما أركب القطعة مع اللدات اللي وراء التلفزيون. وهذا شكل جي تي اي في بعد ما ركبت القطعة مع اللد. طبعا حتى في المقطع يا شباب قدام راح اوريكم كذا حاجة سويتها، مو بس حتى العاب، دخلت كذا لعبة ودخلت كذا مقطع ومنهم يعني اعلان جي تي اي 6 طبعا لازم ندخله. صلوا على رسول الله وخلونا نخش في مقطعنا اليوم. طبعا يا شباب اسم القطعة هي لينكد بوكس، طلبتها من موقع بيمز اس اي وراح احط لكم رابط الموقع تحت بالوصف يا شباب، تدخل عليه راح تلقى الاكثر مبيعا هي القطعه الان، والحق عليها اذا انت تفكر انك تشتريها لان الحين عليها خصم 20%. غير الخصم اللي موجود في كود خصم هديه مني لكم، تكتب ARSM يعطيك خصم 5%. ARSM يعني اختصار لاركين سمارت، يعني انتم فهموها يعني وحتى عندهم منتجات ثانيه حلوه اذا انت حاب تدخل وتاخذ فره تشوفها، يعني في اشياء ممكن تشدك، ولكن الاكثر مبيعا القطعه واللي هي انا جربتها صراحه الامانه وما ندمت حرفيا. وطبعا يا شباب ما يحتاج اقول لكم ان حتى الموقع موثق ومعتمد حتى في منصه المركز السعودي للاعمال. عموما مثل ما تشوفوا هذا البوكس جاني كذا مكيس، فتحت الكيس ولو فتحنا البوكس راح تلقى القطعه موجوده فوق وبشكل بارز بشكل رهيب وتغليف مرتب، وحتى حجمها ممتاز يعني مو باللي كبير ومزعج انه بيزحمك يعني مثلا، عرفت؟ وحتى كتصميم تصميمها حلو، واحلى شيء انه فيها قواعد من تحت عشان تثبت في اي سطح تحطه، سواء المكتبه حقتك او الطاوله او اي محل. تمام خليها على جنب الحين يا شباب، ومثل ما تشوفوا لو رفعنا الغطاء اللي تحت يا شباب راح نلقى الاسلاك الباقيه، عندك سلكين الباور الخاص بالقطعه عشان تشتغل، وهذا سلك HDMI زياده جاي مع القطعه، اضافه رهيبه للامانه صراحه، وعندك هذه القواعد عشان تركبها في زوايا التلفزيون، وعندك اخيرا اللي هو اللايت ستريب اللي هو اللد اللي راح نركبه ورا التلفزيون عشان تقرا القطعه وتحاكي بشكل ذكي ويطلع لك الوان اسطوريه مع الشيء اللي انت مشغله، سواء لعبه او مقطع او فيديو او اي حاجه. تمام يا شباب، انت لما تشتري القطعه اصلا راح يرسلوا لك هم بالواتساب دليل المستخدم، فدليل المستخدم راح يفهمك كيف تركب القطعه، واحنا راح نركبها معاكم الحين بعد. وبدليل المستخدم يا شباب اول شيء اللي هو تركبه القواعد اللي بزوايا التلفزيون او المونيتر حقك. طبعا انا راح اركبها على التلفزيون حقي. طبعا تاخذ القواعد الاربعه يا شباب وتفك فيهم الشريط الاحمر واحده واحده عشان تقدر تلصقهم وراء التلفزيون في الزوايا الاربع، فوق على اليمين فوق على اليسار فوق تحت، كان بقول انا كلمه سريه في جتيه شكلي فوق على اليمين وفوق على اليسار وتحت على اليمين وتحت على اليسار، هنا تركب القواعد. وطبعا من ناحية ثبات اللصقة جدا ممتازة يا شباب لأنها لصقة 3M، سواء في القواعد أو في اللدات اللي راح نركبهم لصقة 3M جدا قوية، حتى يستعملوها في تركيب بعض القطع في السيارات لهالدرجة، يعني جدا قوية لصقة 3M، فمن ناحية ثبات لا تشيل همها، الصق وانسى يعني حرفيا. تمام يا شباب بعد ما ركبنا القواعد الحين نجي نركب اللد. طبعا بدليل المستخدم في طريقتين انك تركب اللد. الطريقة الأولى اللي هي طريقة L اللي هي تبدأ من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، وعندك الطريقة الثانية اللي هي طريقة R واللي هي أنا راح استعملها اللي هي تبدأ من هنا إلى هنا ومن هنا الى هنا. شو الفرق بين الثنتين؟ طبعا اللي هي ان انت راح تخلي اليو اس بي بجهة اليمين او بجهة اليسار. طبعا ركب السترب الاول، تخلي سلك اليو اس بي من الجانب تحت وتلصقه بشكل كويس من القواعد وترفعه شوي شوي، خذ راحتك يعني ما انت مستعجل حرفيا، ثبتها هي مرة واحدة راح تثبتها وبتنساها للابد حرفيا ثبتها وخذ وقتك وتفك الشريط الابيض وتقعد تلصق شوي شوي، لصق شوي شوي، خذ راحتك خذ وقتك بالمره، ما في شيء يركض وراك يعني. فهذا بعد ما ركبت الاسترب الاول، والاسترب الثاني نركبه على السريع زي كذا يا شباب. طبعا عندك اللد اذا حسيت انه في مكان زايد فوق التلفزيون او المونيتر الخاص فيك، فالجزء الزايد هذا تقصه يا شباب من اللون البرونزي هذا، تقصه امورك طيبه، ثبتت وركبت، تاكد من اللصق كل شيء مرتب وممسوك، خلاص الحين تنتقل للقطعه. طبعا القطع يا شباب فيها خمس منافذ، الاول اللي هو منفذ الباور، طبعا مثل ما شفتوا يا شباب في الاشياء المتوفره في الكرتونه جانا سلكين، سلك باور
وسلك الباور سبلاي، تشبكهم هم الثنين مع بعض، بعدها صار عندك سلك الباور جاهز تشبكه في القطعة وبعدين تشبكه في الكهرب، وكذا منفذ الباور صار شغال معاك بشكل ممتاز. هنا عندك منفذين اليو اس بي اللي طالعين من الليد اللي ركبناه تونا من وراء التلفزيون. عندك بالمنفذ الأول تركب جهة الباتم اللي هي الجهة اللي تحت اللي ركبناها بدينا فيها أول شيء، الجهة اللي تحت تمسكها وتحطها في منفذ الباتم، وعندك المنفذ الثاني اللي هو السايد اللي هو مركب من الجنب إلى فوق تشبك اليو اس بي فيه، وعندك ال HDMI input وال HDMI output. طبعا عندك منفذ ال HDMI input تدخل فيه الجهاز اللي تبغاه، سواء بلاي ستيشن 5 او بلاي ستيشن 4 او اكس بوكس 1 سيريس اس او اكس بوكس 1 سيريس اكس او نينتندو، يعني في الاجهزه المتوفره عندك موجوده في الموقع، وحتى تقدر تسالهم ما راح يقصروا معاك وراح يردوا عليك ان شاء الله. طبعا اللي راح نجربه معاكم الحين هو سلك ال HDMI الخاص بالسوني 5، يعني راح اشبك السوني 5 في القطعه، تاخذ سلك ال HDMI اللي موصل من السوني 5 او الجهاز اللي تبغى تركبه، انا مثل ما قلت لكم راح اركب السوني 5، فتاخذ السلك الموصل من البلاي ستيشن 5 وتحطه في منفذ ال HDMI input في القطعه، وعندك المنفذ الثاني اللي هو الاخير اللي هو منفذ ال HDMI output، طبعا هذا تشبك فيه من القطعة إلى التلفزيون. طبعا هم مو مقصرين، جايبين مع القطعة سلك HDMI، فتاخذه وتوصله من القطعة إلى التلفزيون. وبكذا الحين نجرب نشغل بلاي ستيشن 5 معاكم، وطبعا لا تنسى تشغل سلك الباور حق القطعة، ونقول بسم الله ونشغل سوني 5. شوفوا ردة فعلي أول ما اشتغل الجهاز مع تركيب القطعة بشكل كامل، اول ردة فعل شغلت الجهاز معاكم، شوفوا الالوان اللي طلعت معاي اول ما شغلت البلاي ستيشن 5. يا حبيبي نايس نايس نايس. وبس يا شباب كذا القطعة صارت جاهزة تماما بشكل كويس وبشكل ممتاز. ولكن اذا انت حاب تتفصل زيادة في برنامج بالجوال، البرنامج اللي خاص باجهزة السامسونج هو اسمه تويا سمارت، والبرنامج الخاص في الايفون او اجهزة الاي او اس واللي هو راح نستعمله برنامج اسمه سمارت لايف. تاخذ جوالك يا طويل العمر السلامة وتدخل اب ستور وتحمل تطبيق سمارت لايف، بعد ما يتحمل عندك البرنامج تدخل عليه وبكذا يطلع عندك الواجهة، طبعا سوي لكل شيء سماح او تضغط على اللو، وبعدها تختار الريجن اللي انت المدينة اللي ساكن فيها يعني، وتسوي انشاء للحساب بشكل طبيعي، تحط الايميل حقك وتحط علامة صح وتضغط على Get Verification Code وتحط الرمز اللي جاك على الإيميل، بعدها تحط الباسورد وتسوي Done، وبعدها تطلع عندك هذه الصفحة تضغط على Go to App اللي ظاهر عندك فوق على اليمين، بكذا راح يدخلك بالقائمة الرئيسية حق التطبيق نفسه. تسوي هنا الحين Add Device سواء من فوق على اليمين أو من تحت ما يفرق، أنا بضغط لي تحت، تجيك هذه الرسالة تسوي continue متابعة، تسوي كل شيء يطلع لك سماح أو الله عشان يتعرف على الجهاز جنبك عن طريق النت والبلوتوث. بكذا الحين يا شباب تضغط على صورة القطعة اللي انضافت فوق، راح يطلب منك الآن أنك تحط رقم الشبكة حق بيتكم أو الشبكة اللي أنت شغال فيها، تحط الرمز وتسوي done وتنتظر يتحمل. بعد ما يخلص تحميل بكذا انت الان وصلت القطعة في الانترنت حقك عشان تقدر تتحكم فيها على راحتك في الجوال. ترجع تضغط على صورة القطعة اللي ظاهر عندك فوق، تمام الحين تضغط على confirm، بعدها راح يجيك خيارين اللي هو light post او light strip، تحط على light strip وتسوي next، بعدها راح يسألك وين موجود اليو اس بي من قدام التلفزيون، يعني من الجهة اللي طالع فيها التلفزيون يسار او يمين، طبعا اليو اس بي عندنا موجود على جهة اليسار، وتكمل سوي next وبعدها next، بعدها بتجيك هذه الخيارات. اول شيء طول على السطوع على شيء احسن، والحين مثل ما تشوفوا في خيارات كثير تقدر تحط على اكثر من وضعية، وضعية متابعة فيديو او متابعة فيلم او حتى اللعب، وعندك حتى قائمة الميوزك هنا تقدر تخلي القطعة نفسها تسمع الاغنية اللي انت تسمعها وتتعرف عليها وتتفاعل معها بشكل ذكي على حسب دقات الاغنية واللحن فيها، زي في واحد الله يذكره بالخير انطرب اول ما شغل الميوزك. في اشياء كثيرة حتى بعد وضعية تحطها زي الفاير مدري كان عشان مدري تحاكي كأنك انت قاعد تحترق او التلفزيون قاعد يحترق عندك ايش السالفة، بس في اشياء حلوة يعني حرفيا. وضعية الستار تحس كذا يعني الستارز يعني النجوم، تحس كذا في نجوم عندك بالغرفة، يعني شيء حلو ممكن اذا انت بتنام يعني عرفت.
تعطيك أجواء حلوة بالمكان اللي أنت قاعد فيه. تمام يا شباب، أنا راح أحط وضع اللعب وخلونا ندخل على كم لعبة عشان تشوفوا الألوان كيف تتفاعل بشكل ذكي وخارق. أوكي شباب، شغلت أول شيء طبعاً GTA V. الحين شوفوا كيف طلعت. مثل ما تشوفوا يا شباب، متعة بصرية رهيبة. ركبت سيارة فضائية وقعدت أتمشى في لوس سانتوس شوي، فعلا منظر مبهر. والأحلى من ذا كله أني رحت في شارع المعارض في لوس سانتوس قلت أبغى أشوف أنوار كثيرة عشان أقدر أشوف القطعة كيف تتفاعل. خليت ينزل مطر وفي الليل قعدت أتأمل المنظر الأسطوري، وبعدها طبعا ما خليتهم بحالهم بعدها دخلت كراش، قعدت ألعب أول مرحلة، المرحلة الأيقونية. طلعت ألوان خضراء على صفرة تماشيا مع الرمال والطبيعة، كانت فعلا شيء رائع. وطلعت من كراش قلت أبغى لعبة فيها ألوان أكثر. دخلت لعبة جديدة توها نازلة في السوني 5، طبعا مجانا اللعبة، اسمها أظن أسفلت. وهذه للي ما يعرفها يا شباب، زمان كانت هي لعبة جوال والآن خلوها لعبة في السوني 5، وأحسن شيء إنها مجانية. دخلت اللعبة فعلا ممتعة، وطبعا لأنها لعبة سباق فراح تشوف ألوان كثيرة. لعبة جيدة صراحة، لكن ما طولت فيها كثير لأن اليد الكنترولر يعني ما تهتز أصلا في اللعبة، يعني الاهتزاز في الدول سنس ما تدعمها اللعبة، فقلت كأني ما قاعد ألعب أي شيء، ما عرفت اتحمس كويس للامانه. فقلت اطلع من هاللعبه وادخل الى ملك العاب السيارات الكرتونيه، كراش تيم ريسينج. كراش سيارات افضل لعبه كراش بالنسبه لي للامانه، وقلت نبغى ناخذ لنا سباق على السريع. اخترت كراش، وكراش حتى هو منصدم من الالوان اللي طالع حول التلفزيون شوف شوف المتعه يا اخي، حتى مع الانوار يا اخي تحس فله يا رجال، تقعد تدرفت مع النيتر والالوان، لا اقول لك عاد يعني شيء من الاخر. الان انت تتبع توقيتي. طبعا خلصت من كراش سيارات وقلت عشان خاطركم وخاطري راح ندخل ريد ديد ريدمشن 2. تفرج بس، رحت افجر مخ واحد على السريع، ابغى اشوف كيف بيطلع تاثير الدم. المهم يا شباب اقول لكم، اللي فقشت مخه توني ذا كان شرطي، وابشركم يعني انا كنت في ساندني، فيعني قام الحرش معهم شوي. طلعت من ريد ديد لان عورني قلبي وتذكرت القصه وقلت راح اطفي السوني 5. طفيت البلاي ستيشن 5 يا شباب وشغلت البلاي ستيشن 4. شلت سلك ال HDMI الموصل من السوني 5 الى القطعه، وركبت بداله سلك ال HDMI الموصل من السوني 4 برو وركبته في القطعة. مثل ما تشوفوا يا شباب اشتغلت بشكل رهيب، وقلت خلني ادخل على السمات او الثيمز عشان نشوف الالوان كيف راح تتفاعل وتلقط بشكل رهيب. قعدت اغير من لون الى لون، والانعكاس كان حرفيا شيء رائع. طفيت البلاي ستيشن 4 وقلت يلا خلنا ندخل على الشغل الكبير ونشغل البي سي. وكالعادة عشان تغير من جهاز الى جهاز، شلت السلك الموصل حق البلاي ستيشن 4 من HDMI input ودخلت بداله سلك HDMI الموصل من البي سي وركبته في منفذ HDMI input. يعني جدا سهلة، اي جهاز تبغى تشبك فيه اشبكه في منفذ HDMI input. عموما شغلنا البي سي يا طويل العمر، واول شيء سويته ودخلته رحنا شفنا اعلان GTA 6. يا عيني وبعدها شغلت اغنية صفي النية. صفي النية صفي النية صفي النية، ادري اطباعك ردية. وشغلت الله الله يا بابا واسلام عليك يا بابا وقلت خلني ارقص مع ديدبول شوي. عموما يا شباب هذه كانت مراجعة كاملة لقطعة بيمز اس اي، قطعة لينكد بوكس من موقع بيمز اس اي ومثل ما قلت لكم افضل وقت اذا انت تفكر تشتريها الحين، عليها خصم 20% لمدة يومين، ومع خصم ARSM كود الخصم حقنا 5% راح يصير بالمجمل 25% خصم على القطعة. وللامانة شوفوا يا شباب القطعة سعرها فيها فعلا، تدعم ال 4K HDR وشكلها فعلا رهيب وعملي، راح يغير غرفتك ويزينها بشكل كبير، سواء من طافي اللمبة أو مشغل اللمبة راح تشوف ألوان جميلة جدا تطلع من التلفزيون نفسه.
وأظن هذا أفضل LED تركبه في غرفتك. يعني LED ذكي تركبه بالقطعة السريع ويواكب الألوان اللي طالعة من التلفزيون نفسه. متعة بصرية جدا وشي رهيب. بدل ما تركب LED الميت هذا اللي تقعد عندها تقلب بنفسك بالريموت حقك، يعني زي القديم حقي اللي أنا فكيته، أنا كان عندي واحد نفسه حرفيا فكيته شقيته شق. Oh my god يا رب. الله يسامحك يا أنا، زهقني لأن أحسي أخذ لي وقت كل ما أقعد أنا أروح أرجع لورا التلفزيون، ما أدري إيش أسوي كذا، قاعد أوصل الريموت لا شو اسمه، أوصل الريموت للتحكم حقي، عرفت؟ أنا قاعد كذا أوصل يدي ما أدري وين أدخلها كذا عشان وبليال يطفي ويشتغل، يزهق، كان يزهق حرفيا. هذا LED ذكي يشغل لك الأنوار بكيف كيفك، يعني حرفيا طالع واستمتع. أفلام مسلسلات ألعاب يعني شيء حرفيا من الآخر. بس يا شباب أتمنى أفدتكم ولو بشيء بسيط، وأتمنى أنه كان مقطع خفيف لطيف وممتع لكم. الله يعطيكم العافية على المتابعة، لا تنسى اللايك والاشتراك، تعليقاتكم الرهيبة لا تحرمونا منها. كان معكم أركين سمارت، وأنا ألقاكم في مقاطع أسطورية رهيبة أخرى، وفي أمان الله، السلام عليكم.